طمنا عليك الساعة الأول شنو الأحوال غادي في دول هيثم؟ بون ما كنتش نسمع بك بس. لا لاباس الحمد لله في دول تو ان شاء الله غدوه باش نتحولوا ليوندي وان شاء الله باش نكونوا حاضرين في المؤتمرات الصحفيه خاصه في بالنسبه للمباريات الادوار نصف النهائيه ولهنا في يوندي في دول خاصه كما تعرف الرياض استغلينا الفرصه كانوا مازلنا متواجدين لهنا اكيد اليوم سمعنا الناس الكل ساعه بدات الناس كلها في التقييمات نتاعها وكل واحد يدلي بدلو لكن العنصر الوحيد اللي استناو فيه باش تجينا من عنده اجابه هو الاتحاد التونسي الى غايه هذه الساعه مازلنا نستناو مرينا حتى شيء ومرينا حتى رده فعل الوحيده كانت مقتضبه جدا اللي هما اربع اسطر تقريبا اللي هي اقاله منذر الكبير وتعيين المدرب جلال القادري لهنا في هذا الكل ساعة ما نجمو كان نتمناو حظ سعيد جلال القادري ساعة إن شاء الله ما تكونش معناها اختيارات ارتجالية كما كانت في كل مرة ساعة قبل كل شيء باش نعطيه للراجل حقه معناها جلال القادري ما عنده حتى ذنب في هذا الكل أكيد قالوا له يجي شد المنتخب اكيد ما نجمش يقول له وحتى واحد في تونس من المدربين اللي يتكلموا الكل حتى واحد كان غدوه تتوجه له الدعوه باش يشد المنتخب الوطني التونسي اكيد فما حتى واحد باش ينجم يقول له ويظل لي سي عبد الباقي شاطرني الراي في الكلمه هذيا. نرجعوا من بعد للتقييم خاصه معناها كيفاش الطريقه اللي تخلاو بها على منذر الكبير منذر الكبير وقتاش نعم منذر الكبير اكدناها قبل الرياض راهو كانت ظروف سياسيه هي اللي خلات منذر الكبير وتعرف جيدا كونه قبل قلنا راهو منذر الكبير في البطوله العربيه ونأكدها راهو صارت الاتصالات ما بين جون لوي غاسي خاصه والاتحاد التونسي ناكد لك وديع الجاري وحسين جنيح وبعض معناها المقربين اللي هما يتعاملوا مع الاتحاد التونسي كانوا وقتها اتصلوا بجون لوي غاسي كان تكلم مع الملاعب حكام مع ديلان برون حكام مع وهبي الخزري وايضا حكام مع السخيري وسي الراجل يحضر في روحه معناها جاي للمنتخب الوطني التونسي وتقريبا حتى بدا يعطي في افكاره معناها مع رئيس الجامعه فيما يخص طريقه لعب المنتخب وكل لكن المهاتفه او الهاتف نتاع رئيس الجمهوريه لمنذر الكبير بعد مباراه النهائي قلبت الموازين الكل وخلات منذر الكبير يواصل ويتحول مع المنتخب مؤقتا كما نقولوا ان صح التعبير الى بطوله امم افريقيا وهو شفنا تقريبا معناها مازلنا كيف وصلنا مازال المنتخب مازال ما وصلش وتقريبا القرار كان اتخذ من لدن رئيس الجامعه وكما قلتها من قبل معناها الوحيد اللي يتصرف الوحيد اللي ياخذ قرارات الكل في صلب الاتحاد التونسي اللي هو رئيس الجامعه واللي معناها اقاله منذر الكبير هكاك ما فهمناش علاش ثبتنا منذر الكبير علاش نحينا منذر الكبير؟ علاش خسرنا الوقت مثلا اذا كان هو اذا كان واحد يلغي بشره وينحيه توا معناه يعترف كونه بالاخطاء اللي كانت قام بها. هل الاخطاء هذه تم تقييمها؟ هل الاخطاء هذه منذر الكبير فقط يتحملها؟ هل معناها منذر الكبير في كل شيء باش نلبسوا فيه الهزيمه؟ يظل لي هذايا صعب لانه كما قلت تحكيت قبل الرياض وكنا حكينا قلنا لكل حادث حديث. توا جاء الوقت نسمع فيك يا هيثم نبقى معاك في نفس التمشي من يقيم من يا هيثم معناتها انت قريب برشا كنت في الكاميرون وتعرف برشا وسافرت برشا مع المنتخب الوطني التونسي بعد كل يعني خروج من كاس افريقيا من شكون اللي يقيم المشاركه بتاع المنتخب التونسي وشكون يتخذ القرار انه المدرب يبقى ما يبقاش ملاعب يبقى ما يبقاش هذا واحد بركه وديع الجري هو اللي قيم وحده هو اللي تحل واحد معناتها ناهيك وكون المنتخب الوطني التونسي معناها القرار تم اتخاذه ومعناتها والطياره بالنسبه للمنتخب ما زاد حتى ما وصلتش لتونس معناها هذوما رياض شوف هذوما سؤال اسئله ولاو من الامور البديهيه معناها مانيش نقعدوا نتفلسفوا فيهم برشا ومانيش هل تتصور انت معناها اعضاء المكتب الجامعي باش يناقشوا وديع الجري باش يقولوا له خلي ولا ما تخليش ولا نحي منذ الكبير ولا نحطوا جلال القادري ولا لا دونك نبداو واضحين وانا نعرف شنو نقول تتذكروا جيدا قبل اسبوع من انت كاس امم افريقيا وقت اللي قلت اسبوع او اسبوعين وقت اللي قلت جلال القادري باكثر صلاحيات في المنتخب الوطني التونسي ووقت على اثرها وقت عادل سليم يقدم الاستقاله نتاعو دونك معناها الامور راهي ماشيه واضحه معناها من غير ما فما برشا تفلسيف ومن غير ما نحاولوا نخبيه مع تعيين الشمس بالغربال واحد فقط هو اللي يختار القرارات واحد فقط هو اللي يعين ويفصل ويحط وينحي كل شيء معناتها واضحه معناها من غير ما نتفلسفوا فيها برشا ومن غير ما زاد نحاولوا نخبيوها لا وباش يخرجوا لنا وفما تقييم وفما كذا وفما دونك نبداو واضحين معناها منذر الكبير قلناها تنحى من قبل كان معناها مؤقتا جاء الامم افريقيا نظرا لكونه التليفون اللي جاء من رئيس الجمهوريه المنذر الكبير هذاك هو اللي خلاه يواصل ويتحول مع المنتخب الى كاس امم افريقيا لكن في فكر وفي تصور وديع الجري والاتحاد التونسي اللي راه منذر الكبير انتهى معناها من البطوله العربيه خاصه نعرفوا جيدا منذر مشى ملزم البطوله العربيه لانه وقتها ما كانش فما اختيار من بعد
جات خاصة خسارة سوريا اللي تقريبا معناها نجم نقولوا هذيك المباراة اللي كانت منتظرة تكون الأخيرة المنظر الكبير، لكن كما قلت نعودها مكالمة سيادة رئيس الجمهورية اللي خلات معناها الاتحاد التونسي يتراجع على الإقالة. وقتا نعرفوا لأنه ما ينجمش وديع الجري يكون ضد تونس، يكون ضد رئيس الجمهورية، ضد معناتها الكل في الوقت هذاك بالضبط، معناها كان بالنسبة ليهم كونه الحل الأنسب هو على الأقل الانسياع ولا حتى مخذة بالخاطر في رئاسة الجمهورية، لأنه نعرفوا جيدا الغضب الكبير من لدور رئيس الجمهورية على التصرفات اللي قاعدة توقع في الجامعة. أن نجم أعطيك من الكوليس مثلا الاتحاد التونسي كل يوم يبعث كل شيء تقريبا، كل التقارير كل الأجواء اللي قاعدة صايرة يبعث فيها الشخصية لرئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية يقرأ يخسر معناتها يثبت ويتسائل علاش ما تكونش تتحول لوزارة الرياضة، معناتها ظاهرة كانت فما إشكال من الأول. دونك ابقاء على منظر الكبير اللي هو بمثابه معناها علاقه ود او التقرب الى رئيس الجمهوريه من قبل رئيس الاتحاد التونسي.